السلام عليكم. أولا وقبل كل شيء، الله يرحم الشهداء زلزال الحوز ويشفي المصابين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السيد هو المالك ديال باينانس، وغيفرق أكثر من 3 مليون ديال الدولار على المغاربة اللي كيستخدموا العملات الرقمية. حسب ما قال في إحدى التدوينات دياله على تويتر، الناس ديال مراكش والنواحي غادي يستفدوا من مبلغ ديال 100 دولار للواحد، والناس اللي في مدن عادية وبعيدة على الزلزال حتى هما غادي يتحصلوا على 10 دولار. بدا غيبدا الايردروب او التوزيع، واللي غيستافد خاص يصيفط ليهم شي معلومات على فين ساكن. كمثال على ذلك، ورقة ديال الضوء او ورقة ديال الماء. بطبيعة الحال ضروري غيكونوا شروط، ومنهم خاص الحساب ديال باينانس يكون ديجا تصاوب من قبل وفيريفي. وللمزيد من المعلومات في الساعات القادمة إن شاء الله، وللعلم اللي استفد ما ينساش أنه يتبرع ولو بالقليل، وشكرا.